السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حال البدون في المملكة العربية السعودية. والله غير أصور من حقي حقي. وهذه زوجتي في السيارة. خليهم لحظة، هذه زوجتي في السيارة. غطي شعرك غطي شعرك غطي شعرك مرتين، واحنا نروح المستشفى ونخش رافضين يولدون الحرمة لين ولدت في السيارة. هذه البنت، والحين جايين خمس مرات زوجتي تولد هنا. وهذه إثباتي، أنا ناشد ولي العهد محمد بن سلمان يشوف لنا حل في المستشفى، حق مستشفى الدمام. مستشفى الدمام خمسة أولاد وضعون هنا في المستشفى، وذا الحين عشان هذا السبب المرض الكورونا قالوا احنا غيرنا النظام. هذا هم وزوجتي، شوفوها. غطي غطي، هذه زوجتي. أنا ناشد محمد بن سلمان والملك سلمان يشوفونا حل ويشوفونا أوضاعنا هنا في المملكة العربية السعودية. هذه زوجتي وضعت في السيارة، وهذه سبع. أعطينا الهويات، أعطينا الهويات، أعطينا المشهد، أعطينا المشهد. وين الثاني وين الثاني؟ هذا واحد، وهذا من هنا سعادة مدير مستشفى ولادة أطفال في الدمام. رحت وراها، أعطينا الثاني أعطينا الثاني. وهذا معه جوا، والآن شوفوهم هربوا لجوا، هاربين جوا، حاليا هاربين جوا. خمسة أولاد يولدون هنا في الدمام، خمسة أولاد، وهذا السادس راضين عليه، قالوا احنا نظام تغيرنا. أنا أرجو من الله محمد رسول الله، والذي أنزل جبريل بالحق، والذي أنزل أنبياء بالحق، اللي يوصل لهذا المقطع أنكم تودونا أقرب، أنكم تنشرونا. هذا أوضاعنا في المملكة العربية السعودية.